and presidents of the African Constitutional and Supreme Courts and Constitutional Councils, hosted by the Supreme Constitutional Court of Egypt. Honorable Saeed Marae Amr, Chief Justice of the Supreme Constitutional Court of Egypt, and Honorable Saeed Marae Amr presents now the Chief Dr. Mustafa Madbouly, Prime Minister. الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي ليتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المستشار الجليل الأستاذ سعيد مرعي عمر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أصحاب المقام الرفيع، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، السيدات والسادة، الأشقاء الأفارقة والمدعوون من السفراء والخبراء الدوليين، الحفل الكريم، تحية تقدير وإعزاز إليكم جميعا من مصر المباركة الآمنة. بنيادة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، راعي اجتماع القاهرة الرابع، رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، وبالأصالة عن مجلس الوزراء، يطيبني أن أتوجه بالتهنئة لاجتماعكم الموفر على ما حققه في دوراته الثلاث المنقضية من إنجاز مشهود في سبيل توطيد أطر التعاون القضائي بين دولنا الأفريقية، إعلاء بمبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها جميعا لشعوب قارتنا الفتية. وإني على ثقة من استمرار مسيرة النجاح وتعاظم الإيجابيات من خلال النتائج التي سيسفر عنها اجتماعكم في دورته الحالية، مستندا في ثقتي تلك إلى خبرات مميزة لنخبة المشاركين في هذا المحفل التنويري، يدعمها نبل المقصد ويحوطها سمو الغاية ويعززها أمل المشروع في مستقبل بديل تستحقه أفريقيا. الحفل الكريم وعدت مصر فأوفت، وكانت عند الثقة التي أولاها إياها الأشقاء في القارة الأفريقية. فبالأمس القريب انعقدت الدورة 33 لقمة الاتحاد الأفريقي تحت شعار إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا. وفيها عرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنجازات التي تحققت خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، والتي تعددت محاورها وتنوعت توجهاتها، ما بين تنفيذ توصيات أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في قارة أفريقيا، إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى دعماً للتعاون الاقتصادي بين دول القارة، ثم اعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، ومن بعد ذلك اتخاذ السبل اللازمة لدعم وحدة الشباب الأفريقي التي توجها باعتبار مدينة أسوان المصرية عاصمة لشباب أفريقيا. كل ذلك مع العمل على تنقية الأجواء ووقف الصراعات وإفشاء السلام بين دول الاتحاد الأفريقي، كما لا يغيب عن الذكر الجهود المبذولة لدعم أفريقيا في المحافل والمؤتمرات الدولية في محطات عدة، كان من بينها مؤتمر ميونخ للأمن من أجل السلام في أفريقيا، والقمة الأفريقية الأوروبية في النمسا، ومنتدى الصين الأفريقي في بكين، وقمة التعاون بين مجموعة الـ20 وأفريقيا المعقودة في ألمانيا، والقمة الأفريقية الروسية في سوتشي، والقمة الأفريقية البريطانية للاستثمار في لندن. حفل كريم. ختاماً فإني أستلهم فيما ذكرت من إنجازات الاتحاد الأفريقي في دورته السابقة روح التحدي والمثابرة التي أوقن أنها تشكل الأساس الراسخ لعمل المشاركين في اجتماعكم الواعي، وأتطلع مع شعوب أفريقيا إلى حصد
الثمار المرجوة منه، أملاً أن يصبر عملكم الدؤوب بغير نتيجة نهائية، محققاً العدالة والتنمية المستدامة والسلام لأفريقيا كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.